قمر الرأي تغضب في اللايف مع كسواني ومنتصر. الشاهد المزيد من التفاصيل. تعرضت قمر الطائي بالأمس لموقف محرج مع شلة الأردن منتصر وبشار، حيث قمر فازت في اللايف، وعندما أرادت أن تحكم منتصر هو رفض وتعمد عدم الإجابة على قمر، وهذا ما دفع قمر لتغضب وتصفه بأنه غير محترم، وخرجت بسرعة من اللايف وهي غاضبة. وأشارت قمر أن كلامها لمنتصر وليس لكسواني. أترككم مع اللقطة. اسمع أحمد، أنت بتحكم بشار وأنا بحكم منتصر على السكور. انت احكم بلش. ايش اللي حكم؟ لا ما بنلعبش حكم. احنا طالعين احكم اكثر. انا بلعب انا بلعب عشان اتسلى اخوي حبيبي. اسمع منتصر، انا طالع اتسلى والله. انا اللي بده يتسلى بيحكي من البدايه. انت من شوي بشار منتصر جهز حكمك. بتعرف شو بدك تحكمه؟ المهم شباب كيف الحال؟ شو الاخبار؟ لا والله ماشي. احنا طرحت عليه نوم. عم نحكي على فكره في شيء اسمه احترام، بتردوا على اللي بيحكي صح ولا لا؟ شو عامل انت؟ كيف صحتك؟ بس شكلكم ما بتعرفوا ايش يعني احترام. يا اخوان احنا فجيه، في ناس دعموا حكم نلعب على احكام. في ناس دعموا رجع فلوسهم. احنا مالنا. منتصر بحكم عليك تنزل لي اسد. بشار اسمع انت فزت عليك على دولتين. اسمع اطفال لا يمزحوا ولا شيء. ليش ما حكمتي عليهم؟ خلي يولون. منتصر هذا وبشار اطفال. احمد ما دخله، ما حسيت على احمد صديقي، ما عندي مشكله وياه، بس ما احب هذا لعب الجهال، وخلي يولون. وسوري بحر، يعني انت دعمت، سوري كفو انك دعمت، شكرا، بس جهال ما عندهم اخلاق ولا عندهم احترام. يمزحون ليش عصبتي؟ اللي يمزح يحترم، اوكي يمزحون انا ما عندي مشكله، انا مو نفسيه ولا ما امزح، بس اكو شيء اسمه يحترموني ويجابوني صح ولا لا؟ بالعقل دا احكي شيء غلط؟ من قلت له دا احكي وياك حتنفذ حكم ولا لا؟ يحترمني ويجاوبني. مسوي روحه اطرش، سبحان الله صار اطرش.